نوسة، انت ايه اللي جابك هنا؟ أنا عارفة إن أنت بتحب تقعد هنا. طب اقعدي. عارفة منين؟ إيه؟ اللي يحب حد بيبقى عارف هو بيحب إيه. وبعدين أنت ناسي إن شيرين كانت صاحبتي، وكانت بتحكي لي على كل حاجة، وعارفة إن أنتوا الاتنين كنتوا بتحبوا تيجوا تقعدوا هنا. ده أنا افتكرت إن أنت شيخة يعني ومش عنك الحجاب. الحجاب ولا حاجة. أنا بس حاسة إن أنت حيران يا صالح. أنا مش حيران. أنا واخد خط على دماغي زي ما أكون دايخ. أنا مراتي ماتت وهي بتولد، تولد ابني اللي ما شفتوش ولا حسيت بيه. عشان كده أنا مش عايز أحس الإحساس ده تاني. من الآخر أنا عايز لا أحب ولا أتحب. وهتفضل مستخبي ورا الإحساس ده عشان ما تواجهش الحقيقة؟ إيه الحقيقة؟ اسمعيني كويس يا بنت الناس. كبري دماغك، شوفي مصلحتك. أنا مش ممكن هكبر دماغي منك يا صالح، حتى لو استنيتك العمر كله. غريب، أول مرة أعرف إن الستات بتصبر يعني وتستنى. لا، اللي بيحب بيستنى، مش حكاية ست وراجل يا صالح. أنت في قلبي من يوم ما شفتك، حتى من قبل ما تتجوز شيرين. يا نوسة أنا مستجدعك، وعارف إن أنت ست بمية راجل. أنت شلت المسؤولية بدري وربيت إخواتك وتمام. أنا عملت زيك برضه وسافرت واخترت الغربة وصفرت إخواتي. باين كده الغربة كتبت عليا وعليهم. الغربة مش بالضروري تبقى بالسفر يا صالح، صدقني. ساعات الواحد يبقى في وسط أهله وناسه وبرضه حاسس بالغربة. معاكي حق، بس أنت عارفة يا بنت أنا معاكي ما بحسش بالغربة. تشربي إيه؟ طبعا الاتنين قافلين موبايلاتهم. معلش. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نوسة فين؟ نوسة تعبانه شويه. ايوه فين يعني؟ في البيت. اتفضلوا. شكرا. استنى يا هند. هما مالهم كلهم بيسالوا على نوسة كده ليه النهارده؟ أما الواد ماهر بيقول لي أنت عينة ليه؟ ما أنت بتصلي على النبي زي القمر أهو. أنا قلت أضحك المسك. طب ما تدخل، واقف ليه؟ حاجات كده النوجة وعيالها. ما تزعليش مني، خلي بالك انا لولا بعزك ما اتنرفزت عليكي، بفضفض معاك يا نوسة. بس انا غلطان، حقك عليا. هو ده اللي بيجيبك الزمالك يا دولي؟ هند شايف اللي بتدافع عنها بتعمل ايه؟ واحنا اللي خايفين عليك. امال لو ما كانش اخوك محبوس كنت عملت ايه؟ ايه انت ازاي تتكلمي كده؟ لا يا ماما، لحد نوسة وخط احمر، ولو على الرتح بنعرف نردح برضه. اوعى يا سلمان. هند خلاص صالح. هند ما تفتح يا سلمان ولا عايزنا نتفرج كمان شويه؟ مرايه هند اركبي العربيه. انت كمان هتتكلم؟ بقول لك اركبي. حلاوة الحلاوة لو 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 حلاوة لو لو لو. أيوه أنت سواق؟ أمال جاي هنا أقف دون طبعًا سواق، حتى الغسالة معايا. عايزتك تبر من البلد كله وبالليل نرجع نتعشى سوا. ده أنا نتعشى؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي اتفضلي، ده إحنا هنبرم للصبح. اتفضلي يا فندم. يا أهلًا يا أهلًا، اتفضلي. بص يا أحمد. أهلاً. تعالى يا صالح، تعالى خش عشان خاطري، خش. ايه يا هند؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا لسه ما عملتش حاجه يا صالح. الست دي مخلياك تنسى اخواتك. الست دي عمري ما شفت ابنها حاجه وحشه. الست دي ب 100 راجل. يا صالح يا صالح، دي سابت شغلها وراحت تطبخ لك في الصحراء. يا هند يا هند ارجوكي ما تتدخليش. ارجوك انت يا سلمان ما تتدخلش. عملت كده عشان بنت بلد وجدعه، وجدعنتها دي هي اللي خلتك تنسى الكارثه اللي احنا فيها وتسيب بنت اختك وتروح تحب لي فيها. بتحبه يا هند؟ اكيد بتحبه. فيها ايه يا عبيطه؟ دي كانت زعلانه مني وانا كنت طالع صالحها. يا سلام، شفت اهي بدات تصعب عليك كمان. الله، وما تصعبش عليا ليه؟ نوسة عمرها ما كانت عايزاني اسكن في شقه مفروشه، كانت دايما تقول لي اسكن عند اختك عند هند. عمرها ما فكرت انها تبعدني عن اخواتي، عمرها ما قالت لي ان انا سيبكم. سيبنا؟ سيبنا يعني ايه يا صالح؟ يعني ارجع تاني، بدل انا هنا مش عاجبكم ولا شغل عاجبكم ولا تفكيري عاجبكم، ارجع اسافر تاني. حتى الست اللي انت بتقول ان هي بتحبني، افترض ان هي بتحبني، فضحتيها، زلتيها. صالح صالح استنى يا صالح، انت رايح فين؟ رايح في دهب. استنى يا صالح، يظهر كل اخواتي تاهوا مني يا سليمان. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا مش فاهمك. جنرال بويل كرير لابد عمل حاجه كده بطريقه